الحاج محمود من القليوبيه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك والله. لا انا اللي بتشرف بحضرتك يا فندم. الله يبارك لك، الله يبارك لك. بص انا كان عندي فكره كده، يعني الدوله عندنا محتاجه اي فكره. طبعا. كان في فكره مثلا ان اللي هو 1.5 مليون فدان ده، بدل مثلا ما الحكومه توزعهم وكده والناس مثلا تبني ويحصل نفس اللي حصل دلوقتي في الاراضي الزراعيه، ان احنا مثلا ايه الارض دي تبقى تبع الدوله. تبقى ارض تبع الدوله ماشي، نوظف فيها مثلا الناس اللي هم خريجي اللي هم الزراعه براتب وتامين، يعني راتب اللي هو الدوله مقرراه وكده. ايوه تمام. هيبقى هنعمل له مثلا وزاره، 1.5 مليون فدان دول يتعمل لهم وزاره اسمها مثلا وزاره ايه؟ الامن الغذائي. زي الامن الدوله كده مثلا او الامن الوطني. طب بقول لك ايه؟ انت عندك فكر، انت بتتكلم على طريقه ان احنا نوفر بيها فرص عمل وان احنا نحافظ بيها على الارض دي، ويبقى عندنا الامن بتاعنا يعني. انت المعلومه مش واصله لك كامله عن 1.5 مليون فدان. 1.5 مليون فدان ده المزارع او الشباب او المستثمر بيشتري اسهم. يعني انت لما بتشتري فدان او 2 او 10 انت بتشتري اسهم. اللي بيدير الاسهم دي بتبقى شركه مساهمه ما بين المنتفعين. كل قطعة أرض بمساحة 50 فدان مثلا أو مساحة معينة بيتعمل ليها شركة مساهمة، الشركة المساهمة هي اللي بتدير هذا المشروع. لو أحد المستفيدين من المشروع ده عاوز يبيع، بيبيع الأسهم بتاعته، ما بيبيعش قطعة الأرض، ومش من حقه إن هو يبني عليها. النقطة الثانية، الشركات دي هيبقى ليها أو الحق أو القانون بيكفل لها إن هي توظف ناس عشان تشتغل. ما هو أنت اللي بيشتري أرض مش هيزرعها، يعني اللي بيشتري ارض مش هينزل يزرع 10 فدان لوحده، فلازم يحتاج ناس تشتغل معاه وتكون الناس دي على كفاءه ومدربه. فشركه الريف المصري بتعمل دورات تدريبيه وبتعلن عن فرص عمل، ولكن ده بيبقى مراحل تباعا لما بيتم تنفيذه على ارض الواقع. تم طرح كراسات الشروط طبعا، والناس في ناس حصلت على الاراضي بتاعتها، وجاري استكمال الاجراءات. فالفكر اللي انت بتقوله ده يعتبر حصل بس بطريقه مختلفه. ان شاء الله احنا هنتابع، احنا نفسنا ان طبعا يتم توفير فرص عمل، وان إن احنا نبقى حرين نفسينا ان شاء الله. يعني قررنا من دماغنا واكلنا متوفر. يعني معلش انا بكلم حضرتك لان فلاح، معلش. طب هو الفلاح ده يعني احنا بنتعلم من الفلاح. الله يبارك. يعني معلش احنا يعني كلامك طبعا مهم جدا، لان انت بتتكلم على واقع عايشه، شايف ناس متعلمه تعليم زراعي اللي احنا محتاجينه، ومحتاجين فرص عمل، وفي مشروع الدوله بتطلقه 1.5 مليون فدان، فبالتالي بتقول وجهه نظرك علشان انت تستفيد والدوله تستفيد. بالعكس دي وجهه نظر تحترم، وانا بشكر حضرتك عليها. بشكرك يا استاذ محمود من القليوبيه. بشكر.